ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. دلوقتي هنعمل سلطه جميله اسمها سلطه الراهب. سلطه الراهب دي سلطه من السلطات المعروفه جدا في لبنان، لبنانيه الاصل، وسميت كده لانه كان الرهبان اللي بيسكنوا في الجبال الخاص، يعني الرهبان اللي بيبقوا في الاديره هم اللي اخترعوا السلطه دي وكانوا بيعملوها، فسميت على اسمهم. انا هشوي البتنجان، وانا قلت لحضراتكم ان البتنجان عشان نحافظ على القيمه الغذائيه اللي فيه وفوائده وكل فيتامينز لازم يتشوي، بيبقى جميل جدا. فانا شويته في الفرن، معلقه زيت زيتون، عايزين تنكهوه مثلا بحاجه بسيطه، انا زيت زيتون كافي جدا، بيطلع زي ما حضراتكم شايفينه كده، الصوص والميه اللي نزلت منه او معلقه زيت الزيتون اللي اتفاعلت مع البتنجان بسيبها زي ما هي، مش هعمل فيها حاجه، انا عايزاه زي ما هو كده. الباقي هخلطه مع بعض وهحطه فوق البتنجان وهديله كده ايه تخطيفه، يعني كاني بدمجهم مع بعض، بس هي ما بتبقاش مهروسه قوي يعني زي البابا غنوج، لكن برضو فيها نوع كده. خلينا نقول ايه، بسم الله. هاخد كده من هنا عصير الليمون وزيت الزيتون. تعالوا نقول المكونات الاول. طيب المكونات عندي فلفل رومي متقطع، عندي بتنجان مشوي شرايح، عندي طبعا بقدونس، عندي كميه من البصل ممكن يكون بصل اخضر، عندي كمان من الدبس الرمان، عندي معلقه، وعندي ربع كوبايه من زيت الزيتون، وعندي ملح وفلفل رومي، وده حسب الرغبه. طيب يلا بينا بقى نقول بسم الله. انا هاخد كده شويه من عصير الليمون، هعمل دول كده لوحدهم قبل ما اخلط اي حاجه، وهاخد شويه من البصل، مفضل انه يبقى بصل اخضر طبعا، بس احنا هنحط بصل بقى اللي عندنا عشان نمشيها بالحاجه اللي موجوده. الاخضر ده رائع للحقيقه، يعني برضو بيكافح السرطان وبيعزز المناعه جدا، وناكله جنب اكلات كتير، بيقاوم الشيخوخه، رشه ملح، رشه فلفل بسيطه. عايزه اقول لكم البصل لما بيتعمل كده بيدي نكهه في اي سلطه، في اي حاجه اتبلوه بس هو الاول. خلاص عندي بقى الثوم، ثوم طبعا مضادات اكسده، بتحمي المناعه وبيعالج فقر الدم جدا، لكن الناس اللي عندهم بيسبب حموضه بقى وانتفاخ، الناس اصحاب القولون والايه اللي عندهم قرح في المعده لا قدر الله. طيب هاخد كده رشه من النعناع الجاف كده. النعناع ده رائع للتوتر بقى وعسر الهضم، من الحاجات الرائعه. تعالوا كده ناخد شويه من زيت الزيتون، وهاخد شويه من البقدونس برضو. كده بقدونس ده رائع، عايزه اقول لكم رائع، بيحمي الكلى من الحصوات، ورائع للشعر، وبيقوي المناعه، بينقي السموم، منطقه الجزء الجهاز البولي ده مهم ليه جدا، بيغسله غسل كده. بصوا بقى تعالوا هنا، عندي طماطم، عايزه اقول لكم هي حمايه للعين، كمان هي فيها نسبه حديد عاليه قاتله للبكتيريا، يمكن فيها نسبه صوديوم عاليه، البوتاسيوم فيها كويس لكن فيها نسبه صوديوم طبعا. تقدروا تخلوها من البذر وتاكلوها يعني كده كده. هاخد بقى هنا بصوا الباذنجان، بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزاه شبه زي الشرايح. يا سلام بقى لو في رمان. بصوا بقى الباذنجان المشوي دي طعم وتيست مختلف تماما يا جماعه، والله عايزه اقول لكم رائع، بيقوي المناعه ونسبه حديد عاليه، بيحمي الجنين من التشوهات، بيعالج يعني الكانسر، شفاهم الله وعافاهم جميعا يا رب. وبعدين نخلي بالنا من الحاجات المقليه كتير. بصوا دبس الرمان ده بيحافظ على الجهاز العصبي جدا، وعايزه اقول لكم بيحمي من سرطان الثدي وبيقوي المناعه، وبنعمله من الرمان. يا سلام لو موسم الرمان بقى ونجتهد في الموضوع ده، بيحسن كمان من انتاج خلايا الدم البيضاء. بصوا بقى الجمال، شايفين سلطه دي بقى لو على وشها كمان شويه رمان هتستمتعوا بيها قوي. بصوا بقى عملنا خليط كده رائع، وكأن فيها رمان، قطعه الطماطم الصغيره اللي قطعناها وكأن فيها رمان. صح ولا انا متهيألي؟
مش كأنه رمان؟ كأنه رمان. بتجاملوني ها؟ حبايبي بصوا كده حبايب قلبي، بصوا بقى هنقدم السلطة الرائعة دي، بصراحة تفتح النفس. يعني أقول لكم حاجة، هي بديل للسلطات اللي بنعملها، أو البتنجان اللي بالخل والثوم اللي دايما نقول إيه إحنا هنعمل بتنجان بالخل والثوم. تعالوا نجرب سلطة الراهب دي الرائعة الجميلة دي، لأنه فيها توليفة حلوة قوي بصراحة من الخضروات. طيب تعالوا بقى بصوا جميلة إزاي ما شاء الله. أولا دي بقى كمان لما تتقدم كده بتبقى رائعة، ويا سلام لو عند حضراتكم شوية رمان، حب الرمان الحب ده يعني مش قادرة أقول لكم هتستمتعوا بيها قد إيه. دوقوا كده سلطة جميلة حقيقي، بنشكرهم يعني التبادل الثقافات ده حاجة حلوة.